نفس الدرس اللي عايزين ناخد تعبير. قبل كده عملنا تعبير رقم واحد وهسه عندنا تعبير رقم اثنين اللي هو احتمال وضع الكلمات في مكانها المناسب من الدرس. كلمات محذوفة لكنها موجودة أصلا في الدرس. الكلمات المحذوفة يفرح يفرح، ثالثة الماء، الجمرة، رماها، يعمل، صغيرة. هذه الكلمات المطلوب مني إني أنا أضع في مكانه مكان اللون الأحمر الموجودة عندي. أنا من خلال تعرفي الدرس بقدر أخذ الكلمة المحذوفة في مكانها المناسب. يلا مع بعض نتابع الجملة الأولى ونشوف المحذوف منها وين عشان إحنا نقوم نضعه في مكانه. أراد الغراب أن يشرب فلم يقدر. ماذا كان يريد الغراب أن يشرب؟ طوالي بقوم بعاين في السطر الموجود عندي باللون الأحمر وأشوف الغراب ماذا كان يريد أن يشرب. ماذا أراد الغراب هنا؟ أراد الغراب أن يشرب شنو؟ الماء. أراد الغراب أن يشرب الماء ولم يقدر. كلنا عرفنا إنه الماء هي كانت نازلة في الجبل وما قدر عليه. طيب هنا الجملة الثانية، وأخذ حصاة ورماها في، يلا أنا أقوم أفتش هنا وين؟ أصل الماء كانت موجودة وين هي؟ موجودة في الجبل. يلا هاي وين الجبل؟ وين؟ نتابع مع بعض. وين الجبل؟ هنا أيوة هنا موجودة معانا دي كلمة الجبل واللي احنا قلنا هي عبارة عن هنا هو في المياه هو زي الزير. الجملة الثالثة، تأت فرحة الغراب وأخذ حصاة ثانية وشنو؟ عملنا شنو؟ في الجبل. الحصاة الأولى ما وصلته، أخذ حصاة ثانية و يلا عاين هنا الماء الجبل رماها يعمل صغيرة رماها وين؟ اللي هو نزلها داخل الجبل ورماها في الجبل. متابعين معي؟ يلا فرح بعد ما وصل الكرة الماء والشريب وحتى روية من يفكر جيدا رجع لنفسه اعتز بنفسه انه خلاص هو انفصل ووصل الى الماء. بينصح فينا قال لنا من يفكر جيدا و هنا شنو عاين هنا ها يعمل ويعمل ينجح و ها حاجة ثانية و يسعد و يفرح. يبقى كذا احنا كونا تعبير حقنا وان شاء الله بنكتبه كلنا في كراس التعبير العارفين انه هو مع كراس الرشيد كراس رقم 3. قبل كده اشتغلنا تعبير وحسيت التعبير رقم 2. عندي واجب في الكتاب صفحة 45 صفحة 45 ده أنا باجتهاد مني اجتهاد شديد وأنا داير أختبر. نحن قبل كده أخذنا ألف المد وواو المد وياء المد من القطعة اللي نحن درسناها دي اللي هي قراب النبيه في كراسة حق الواجب. تطلع لي تعمل جدول الك
تطلع الكلمات الفيها ألف المد تحطها في جدول براء، الكلمات الفيها ياء المد تحطها في جدول براء، الكلمات الفيها واو المد تحطها في جدول براء، وده واجب منزلي أو وين.